فينا في الحياة بيمر بمشاكل كتير. ما فيش حد في الدنيا ما عندوش مشاكل، كل الناس عندها مشاكل. أي نوع من المشاكل كتير، في مشاكل زوجية للدجة وموجودة في القرضائية، وناس كتير مقدمة شكاوي، واللي عايز يسيب مراته واللي عايز تخلع جوزها، وكل واحد شايف له شوفة غير التاني. دي مشكلة، وخصوصا كمان بقى لما يكون في عيال. يعني مرة في المحكمة بتاعة القضائية بيسموها ايه؟ المحكمة؟ المجلس. راجل رايح مقدم شكوى علشان عاوز يطلق مراته، واخد ابنه معاه. واخد ابنه ايه؟ عارفين ابنه عنده كم سنة؟ 25 سنة. يعني اكيد متجوز بقاله اكتر من 40 سنة او 30 سنة. يعني المفروض خلاص بقى، يعني النقط اتحطت على الحروف وكله عارف بعضه، المفروض كده يعني. لكن ده رايح ينفصل عن مراته، دي مشكله كبيره. المشكله الاكبر لما يكون عندك عيال صغيره كمان، وده يبقى في بيت وده يبقى في ايه؟ في بيت. دي مشكله كبيره. هذه مشكله، مشكلات زوجيه وبتتكرر كتير في المجتمع بتاعنا دلوقتي نتيجه ضغوط كتير. لا، ده في كمان مشاكل تانية. في مشاكل كتير بيننا وبين الجيران، في مشاكل كتير بيننا وبين اصحاب الملك. احنا في عالم محطوط في يد مين؟ الشيطان. والشيطان هو اللي بيحرك العالم ده. عندنا مشاكل كتير، وممكن المشاكل دي تجرني ان انا ابقى مخنوق ومتضايق ومش قادر حد يتكلم معايا، وابقى في حاله ضيق وتعب نفسي رهيب. وممكن يكون الاب مات والام ماتت وفضلت انا لوحدي مش لاقي حد اتكلم معاه، وبقيت اونلي. ايه اللي بيحصل؟ انزل على جنب واقعد مع نفسي، نفسيا اتعب، والاقي نفسي دخلت في حاله من حالات الايه؟ الاكتئاب. ولقيت نفسي مش قادر اتفاعل مع المجتمع، ولما بقيتش قادر اتفاعل مع المجتمع بقى كل يوم عندي التعب بيزيد. ماديا برضو نوع من انواع الايه؟ الانزواء عن العالم كله، وفي الاخر انا اللي خسران، انا اللي خسران. طيب الخروج من الدوائر دي كلها ازاي؟ الدوائر دي اللي هي بتحيط بالانسان من كل جانب، الخروج منها ازاي؟ عايز تخرج من ده كله؟ حط ايدك في ايد ربنا. طب انا عندي المشاكل، يعني وانا حاطط ايدي في ايد ربنا وعندي مشكله، الراجل عاوز يطلب مني السكن، ولا انا حاطط ايدي في ايد ربنا وجالي مرض السرطان، طيب يعني اعمل انا ايه؟ انا من حقي ان انا اتعب واتضايق. هقول لك عايز تخرج من ده كله برضو، حط ايدك في ايد ربنا وابدا بالتسبيح. ابدا بالتسبيح. انك كونك انك تبدا بالتسبيح انت بتخرج من الحاله بتاعه الانا وبتدخل في الدايره بتاعته هو، بتخرج من الدايره بتاعه الهزيمه اللي انت فيها مع نفسك، ولما تسبح تخرج في دايره الانتصار به هو. عشان كده عاوز اقول لك ابدا بالايه؟ بالتسبيح. مش هتخرج من الحاله اللي انت فيها غير لما تسبح، ولما تسبح تسبح بقوه، مش تسبح بتمتمه. ما ينفعش التسبيح بتمتمه،
بص اتحد مع نفسك وخليك قوي مع نفسك انك انت هتكون منتصر بالتسبيح، مش هتتهزم. فعشان دوت تعمله لابد انك تعلي صوتك بالايه؟ بالتسبيح. الاسوار بتاعت اريحة هدت ووقعت، وقعت بالايه؟ بالتسبيح. القيود اللي في ايد بطرس وبولس اللي حصل بالتسبيح. بولس وسيلة لما كانوا في السجن القيود وقعت، بطرس برضه نفس الطريقه في قلب السجن القيود اللي بيبان ايه؟ اتفتحت. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ده التسبيح. علشان كده لما تجيلك فرص تسبيح، سواء كنت قاعد في الكنيسه او سواء كنت قاعد في البيت قدام التلفزيون، سبح مع المسبح اللي بيرنم، سبح بقوه عشان تكون منتصر، ما تكونش مهزوم. ابدا بالتسبيح لكي لا ينتصر عليك ابليس ويدخلك في دوائر الاكتئاب والدين.